بأنواع كتير كلم الله منذ القديم أبائنا بالأنبياء، وبهالأيام الأخيرة كلمنا بابنه لوضعه وارث لك كل شيء في خلق العالم، فهو ضياء مجده وصورة جوهره وضابط الكل بقوة كلمته. هو بأقنومه صنع تطهير خطايانا وجلس عن يمين العظم بالأعالي. هو أعظم من الملائكة، كما إنه الاسم يلي ورثه أفضل من أسمائهم. بعد ما ابتعد الشعب عن الله وفسدت الأرض يلي خلقها، ما وقف الله مكتوف الإيدين، بل أرسل ابنه يلي هو من سلالة الأباء والملوك. مين هو الابن يلي اسمه يسوع مخلصنا؟ هو أعظم من الملائكة بمقدار مال الاسم يلي ورثه من فضل على أسمائهم. كان إنسان العهد القديم بخاف إنه يلفظ اسم الله، لأنه الاسم بيعبر عن الشخص نفسه. نال الابن المكان الأسمى والأبهى من بعد تدخله الفدائي، فشبه بالملائكة لأنه هني أصلح الكائنات لتخليص البشر. بصموئيل 2 الفصل 7 الآية 14 مذكور هالمسيح الممجد هو ابن داود اللي فيه تحققت نبوءة النبي نتان. وبالمزمور الثاني الآية 7 مذكور إنه هو كمان الملك المنتصر. وبالمزمور 110 الآية 10 مذكور يلي دعاه الله للجلوس عن يمينه. بيسوع تمت الوعود وبشكل ما بيتصور عقل، لأنه بالوقت ذاته هو خالق السماء والأرض. صارت سيادته مطلقة لأنه نال بعد ألامه سيادة العالم، فهو مستحق وإله الحق أنه يكون الابن والابن البكر والرب. وأكثر من هيك، هو الإله. دخل الله بتاريخ البشرية وصار إنسان مثلنا تيعيد جبلتنا. يسوع الإله والإنسان هو ابن الله لرضي إنه يدخل سر الفدا، فأعطى الله اسم بفوق كل الأسماء. هون ظهرت حكمة الله للبشر. هو اللي قعد منذ الأزل ليعطي الإنسانية مجد عظيم، وهالشي عم يتحقق اليوم وبهالزمن وبحياتنا. ولد يسوع ببيت لحم، هو الإله اللي خلق السماء والأرض، وبعده لليوم بفيد من حبه على الخليقة وعلى قلوبنا. وهالولادة هي تجديد حياة الخليقة كلها، تجديد عمق الإنسان بعد ما سقط بالتجربة والخطية وابتعد عن الله. وهالولادة الجديدة اللي نالها الإنسان هي بداية حياة عميقة ومتجددة وانطلاقة لمسيرة جديدة بالحياة. هالشي بيعني إنه كل إنسان منا مدعو إنه يكون بيت لحم جديدة. هون بيحلاله للرب إنه يولد فيها المخلص يلي رح يضيء حياة كل إنسان بنور معرفته. وهون بيتساءل الإنسان قدام هالمشهد الخلاص الرائع، كيف بيقدر كل واحد منا ينحب هيك حب من يسوع؟ كيف كل واحد منا بيقدر ينحب هيك حب وما يقدم له كل حياته كتقدمة يومية قدام عرش حبه ورحمته؟ شو منقدم لك أيها المسيح لأنك ظهرت على الأرض إنسان كرمالنا؟ فكل نوع من أنواع الخلايق يلي أبدعت بخلقها بتقدم لك الشكر. الملائكة بتقدم لك التسبيح، السماوات بتقدم لك الكواكب، المجوس اللي إجوا لعندك قدموا لك الهدايا، والرعاة كل الحب قدام هالسر، والأرض بتقدم لك المغارة، والفقر بيقدم لك المزود. أما نحنا منقدم لك إم بتول، منقدم لك حياتنا وقلوبنا تقدمة حب قدام عرش مزودك. أعطينا يا ابن الله إنه نكون بدورنا أبناء حقيقيين متحدين ومتلاحمين بالغفران والحنان وبروح الخدمة. إلك كل المجد يا ابن الله يلي بهالمسا رح أقدم لك قلبي. Thank you.